السلام عليكم. اليوم سوف نتعلم حرف الميم في برنامج الحروف العربية. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. حرف الميم هو الحرف الرابع والعشرين في الحروف العربية المتكونة من 28 حرفا. هيا نرى معا كيفية كتابة حرف الميم. كيفية كتابة حرف الميم؟ نكتب حرف الميم بالطريقة التالية: هذا الشكل ثم خط مستقيم. هذا الشكل ثم خط مستقيم. أحسنت. هيا نحاول مرة ثانية. هذا الشكل ثم خط مستقيم. هذا الشكل ثم خط مستقيم. جيد. كلمات تبدأ بحرف الميم. ما موز. ما موز. مو مثلجات. مو مثلجات. مي مفتاح. مي مفتاح. كلمات في وسطها حرف الميم. نجمة. نجمة. رمل. رمل. رمان. رمان. كلمات تنتهي بحرف الميم. رسم. رسم. حزام. حزام. معلم. معلم. ممتاز.